السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم ان شاء الله بغيت نخدم معاكم المغلف بالعقيق. الدرس ديال المغلف بالعقيق نبدأ على بركة الله. انا حبكت كنستعمل هذا الحرير اللي هو الارض ديال الجلابة، كنستعمل هذا الزمرد بالموف، ده هو نفس اللون حلو بحال اللون تاع الحرير. ونبداو بسم الله، كنبداو بسم الله، نبداو في الغرزة الأولى. شوفوا معايا، بدات في الغرزة الأولى، ندوز الغرزة التانية، ندير تاني غرزة أخرى. شوفوا معايا، كنحاول نخشي الإبرة في الغرزة اللي درت دابا، كنحاول نلوي على الإبرة ثلاثة ديال المرات. شوفوا معايا، كنحاول نكرف صبعي. شوفوا معايا مزيان، كنجي تاني لتحت، كنحاول نحزم هاد، كنجي للغرزة الموالية، كنضرب تاني، كنحاول نهز تاني من هاد العين، نلوي ثلاثة اللويات على الإبرة. شوفو معايا، كنجي لهاد الراس ديال هاد الهرم الأول اللي صايبت، كنلوي تاني ثلاثة ديال المرات. معايا، من بعد كنحاول نرجع تاني للعين اللي ضربت فيها. شوفوا معايا كي تنرد الإبرة، نرد الخيط، كنعاون بصبعي. ودابا غادي نجي لهاد العين الأولى اللي ضربت فيها، كنحاول نغلف هاد الهرم اللي درت. شوفوا معايا، نعاود تاني مرة أخرى، تنحاول نكرف الاصبع ديالي، نعاود تاني مرة ثالثة، كنحاول نضرب في هاد العين الاولى. شوفوا معايا، هادي ها، دابا كنجيب العقيقة، كنركب العقيقة، تنحاول تنخلي هاد العين خاوية. شوفوا معايا، ضربت هادي، غادي نخلي في هادي ونضرب في العين الثالثة. نبداو تاني المغلفة ديالنا، كنضرب تاني هنايا في هاد العين، ونعاود تاني نضرب في العين الأخرى باش نحاول نطلع هاد الهرم اللي درت. كنضرب تاني تلوي على الإبرة ثلاثة ديال المرات. شوفوا معايا، كنحاول نعاون بإيديا باش نجيب الخدمة مكروفة. نعاود تاني نحزمها تاني. شوفوا معايا، ونضرب تاني في العين اللي حداها. شوفوا معايا، نعاود تاني ندور تاني على الإبرة. نجي تاني الهرم اللي درت صغيور، نعاود تاني نهز منه، نبدا ندور تاني على الإبرة ونشدو معايا ونكراف. ونعاود تاني نحزم هاد العين الفوقانية. شوفوا معايا، دابا غادي نجيب هاد العين الاولى اللي ضربت. شوفوا معايا، كنحاول نحزمه، نغلف هاد، ندير وحدة. شوفوا معايا، جات ثلاثة، عاد كنضرب في هاد العين الاولى، كنزقل تاع عين. دابا غادي نجيب تاني العقيقة ديالي،
نحاول نخلي هاد العوينة خاوية ونضرب في العين الأخرى. شوفوا معايا، عاود تاني كنضرب تاني عين أخرى حداها، عاد كنهز من هاد العين اللي ضربت اللي درت هنايا الفوق. شوفوا معايا، كنحاول ندور البرا 3 مرات ونطلع البرا الفوق. شوفوا معايا، ندور الخيط الجهة الأخرى، كنحاول باش نحزم هاد الضرس اللي درت هنايا صغير. شوفوا معايا، نعاود تاني ندير غرزة أخرى ونهز تاني بين هادو ونطلع الفوق ونجي لهاد الراس الأول اللي درت، نخشي فيه البرا وندور البرا على 3 مرات. نعاود نحزمها، نجي تاني للعين الاولى، العين الاولى اللي ضربت فيها كنحاول نغلف هاد العرب اللي درت. شوفوا معايا، كنغلفها، عاد كنجي وتنبقى مستمر على هذا، ني تندير مغلفة وحدها عقيقة ما كنزقلهاش. نلصق تاني العقيقة ديالي، كنضرب في العين الموالية وحدها، عاد كيمكن ليا نهز. شوفوا معايا مزيان، وحدة جات 3، شوفوا معايا، عاد كنجي لهنا كنحزمها حتى هي. شوفوا معايا، وكنبقى مستمر على هاد الاساس. انا هيا صوبت الكمامه الاخرى واجده. شوفوا معايا، شوف كتيجي غزال. اللي عجباتو هاد الخدمه ما ينساش يدير ليا الابوني وشكرا.